بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يدعو إلى الثبات في المحن والنظر إليها بعيون الإيمان. برعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، افتتاح بازار الرحمة الخامس. وفي المملكة، إضاءات وبازارات استعداداً للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وفي نشرتنا أيضاً، مركز سيدة السلام يحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلاً بكم. كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، دعا قداسة البابا فرانسيس جموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية القادمين من العراق ولبنان وسوريا والشرق الأوسط بأن يحافظوا على إيمانهم في وجه المحن كي يبقوا مخلصين إلى دعوتهم المسيحية. وقال قداسته: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس: في إطار تعاليمه حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل، توقف البابا اليوم عند الأحداث التي عاشها بولس عندما كان سجينا، أولا أمام مجلس اليهود، ثم أمام الوالي الروماني في قيصرية، وأخيراً أمام الملك أغريبا. دعي بولس للدفاع عن نفسه والرد على الاتهامات، فتحول دفاعه إلى شهادة بليغة للإيمان. أوضح البابا كيف أن المبشر الحقيقي لا يكرز بنفسه بل بيسوع المسيح الذي هو محور كل شيء، وأن السلاسل التي قيد بها بولس كانت علامة على إخلاصه للإنجيل وللشهادة التي قدمها للقائم من بين الأموات. فسلاسل بولس الذي يبدو فيها كالمجرم في نظر العالم هي سلاسل من أجل البشارة ووسيلة تبشير فعالة. أكد البابا كذلك أن السلاسل قد تقيد المبشر، لكنها لا تستطيع أن تقيد كلمة الله أو تمنعها من أن تجول العالم كي تغير التاريخ. في نهاية كلمته دعانا قداسة البابا إلى الثبات في المحن وأن ننظر إليها بعيون الإيمان كي نبقى مخلصين لدعوتنا كمسيحيين وكتلاميذ مبشرين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq, dal Libano, dalla Siria e dal Medio Oriente. Vi invito a non avere paura, a mantenere la vostra fede di fronte a tutte le prove e ad essere audaci per Cristo, certi che né tribolazione, né angoscia, né persecuzione potrebbero separarci dal suo amore. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية
وخاصة القادمين من العراق ومن لبنان ومن سوريا ومن الشرق الأوسط. أدعوكم ألا تخافوا وأن تحافظوا على إيمانكم في وجه كل المحن، وأن تتحلوا بالشجاعة من أجل المسيح، واثقين بأن لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد يفصلنا عن محبته. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. برعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، تم افتتاح بازار الرحمة الخامس الذي أقيم هذا العام في جمعية آل النبر التعاونية بعمان، بحضور عدد من الأساقفة والأباء الكهنة وجموع كبيرة من الزوار. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وللسنة الخامسة على التوالي، وصل مكتب نورسات وبالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية تنظيمه لبازار الرحمة الخامس الذي شهد على مدار 3 أيام متتالية في موقعه بجمعية آل النبر التعاونية بعمان إقبالا ملحوظا من الزوار، حيث حضر حفل الافتتاح المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس ممثلا عن غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين. والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو للي، والأب نبيل حداد الرئيس التنفيذي للمركز الأردني لبحوث التعايش الديني، والقس الكنن فائق حداد راعي كنيسة الفادي الإنجيلية العربية الأسقفية بعمان، والقس سامر عازر راعي كنيسة الراعي الصالح اللوثرية بعمان، والإرشمندريت بسام شحتيت النائب الأسقفي العام لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، والأب فراس دردر كاهن رعية السريان الكاثوليك في الأردن، والأب زيد حبابة كاهن الرعية الكلدانية، وعدد من الآباء الكهنة من مختلف الكنائس الرسولية، والنائب في البرلمان الأردني قيس زيادين، وجموع حاشدة من كافة محافظات المملكة. وبعد قص شريط الافتتاح والاستماع إلى عزف للفرق الفنية التي قدمت معزوفات فلكلورية ووطنية، توجه الحضور إلى أجنحة البازار الذي شاركت بمعروضاته العديد من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة وسيدات المجتمع المحلي العاملات في منازلهن، وجالوا بأروقته الواسعة وأجنحته المنظمة التي اشتملت على مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي استقطبت الكثير من أفراد الأسر في الأردن. وأبدى الحضور إعجابهم بمحتويات البازار التي اشتملت على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد الذي يسبق زمن المجيء لميلاد السيد المسيح له المجد. هذه المحتويات التي تحتاجها العائلات المسيحية والمسلمة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية الأردنية المختلفة، وذلك انطلاقا من رسالة نورسات في خدمتها المسكونية ومسؤوليتها الإنسانية لتجسيد أواصر العيش المشترك بين أبناء المجتمع الأردني الواحد، وتعزيزا كذلك لمقولة جلالة الملك عبد الله الثاني التي يطلقها دوما في المحافل الدولية بأننا في الأردن مسلمين ومسيحيين أسرة واحدة متعايشين جنبا إلى جنب في هذا الوطن الغالي على الجميع. في بداية الاحتفال رحبت عريفة الحفل الإعلامية ريبيكا عودي بالحضور الكريم وقالت: بفرح روحي عميق يسرني أن أرحب بكم ونحن في زمن الميلاد المجيد في افتتاح بازار الرحمة الخامس. هذا البازار الذي ينظمه مكتب فضائية نورسات الأردن بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية وبرعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. ثم ألقت الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن المشرفة على تنظيم هذا البازار كلمة الافتتاح، جاء فيها: كلنا أمل وإيمان بأن هذا البازار ما هو إلا أداة تزيد نفوسنا إيمانا ومحبة وثقة ومودة،
وأملا منشودا بأن تفيض قلوبنا بالرحمة على من يحتاج لنا من بني البشر، سواء من أهلنا ممن يعيشون في بلدنا أسرا عفيفة وعائلات مستورة، أو ممن قدموا إلينا من دول شقيقة بعد أن تعرضوا للظلم والعدوان والقهر والاضطهاد، فأجبرتهم قوى الشر والظلام على ترك بيوتهم ومغادرة أوطانهم باحثين عن الأمن والأمان في أردن النخوة والشهامة. وللسنة الخامسة على التوالي، وكلنا إيمان بأن هذا البازار ما هو إلا أداة لتزيد نفوسنا إيمانا ومحبة وثقة ومودة وأملا منشودا بأن تفيض قلوبنا بالرحمة على من يحتاج لنا من بني البشر، سواء من أهلنا ممن يعيشون في بلدنا أسرا عفيفة وعائلات مستورة، أو ممن قدموا إلينا من أواخر الدنيا بعد أن تعرضوا للظلم والعدوان والقهر والاضطهاد، فأجبرتهم قوى الشر والظلام على ترك بيوتهم ومغادرة أوطانهم باحثين عن الأمن والأمان في أردن النخوة والشهامة عرين الهواشم. ونحن في مكتب نورسات الأردن ومن منطلق إيمان شعبنا وعلى خطى بلدنا ونهج قيادتنا، فقد حملنا على عاتقنا المسؤولية وعاهدنا أنفسنا بأن نبقى الأوفياء للوطن والأمناء على العهد، بالوقوف إلى جانب إخوتنا ندعمهم ونشد على أزرهم بكل ما أوتينا من عزيمة وإخلاص. وهذا هو الأردن كما تعرفوه، الأنموذج العالمي الذي حمل على مدى تاريخه رسالة إنسانية نبيلة وضرب أروع الأمثال في تجسيد أواصر التآخي والمحبة والعيش المشترك بين عموم الناس على اختلاف دياناتهم وطوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم. ختاما لابد وأن أشكر هذا الحضور الكريم لهذا البازار ودعمكم له، مع دعواتنا بأن يبارككم الرب ويحفظكم جميعا بهذا الموسم الميلادي المجيد، ودائما معونتنا من عند الرب، آمين. ومن جهته ألقى سيادة المطران خريستوفوروس عطلة كلمة نيابة عن غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن. شكر فيها نورسات ممثلة بالدكتورة باسمة السمعان على تنظيمها لهذا البازار المميز والمعبر عن الوئام والتلاحم بين أبناء الشعب الأردني الواحد مسلمين ومسيحيين، مؤكدا سيادته أن عيد الميلاد المجيد هو عيد تجسد السلام والمحبة التي هي ثمرة التنازل الإلهي الممزوج ببذل الذات والتواضع التام وإخاء الذات من أجل مصالحة الإنسان مع الله والقريب ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان مهما كان ومن أينما كان. هاي بركة عظيمة اللي نحن مجتمعين مع بعضنا البعض في مجلس رؤساء الكنائس، وبحب أنقل إلكم بركات وأدعية صاحب الغبطة رئيس المجلس بطريرك المدينة المقدسة كيريوس ثيوفيلوس الثالث الجزيل الاحترام ومحبته ودعمه لكل النشاطات اللي عمالها تبذل، وبالأخص لنشاطاتكم في هاي القناة المميزة ودوركم المهم في الإعلام، لأنه بفكر الدور كتير مهم للإعلام في هاي الفترة إنه يكون إعلام صادق، وبالأخص لما يكون كمان إعلام اللي يقدر ينقل صوت أبنائنا المسيحيين والمسلمين من بلادنا. فربنا يبارككم ويقويكم حتى تقدروا تستمروا بعملكم المبارك. فأبنائي أنا بس حبيت أحكي لكم كل سنة وانتم سالمين، ربنا يبارك هذا البازار لأنه حقيقة مش بس بجمع الكل، ولكن في بركة حتى من اسمه بازار الرحمة، وهذا هو واحد من أهداف هاي الفترة المباركة اللي فيها كلنا لازم نعمل عمل رحمة مع بعضنا البعض. وعمل الرحمة هي المحبة اللي نقدر هاي المحبة تتجسد في حياتنا في علاقتنا مع بعضنا البعض،
لأنه هذا هو كان هدف التجسد الإلهي، المصالحة ما بين الله والإنسان، والإنسان والإنسان القريب، أخونا القريب، والمصالحة مع ذاتنا، لأنه فقط المصالحة مع ذاتنا بتتم من خلال هاي المصالحة الكاملة مع الله ومع أخونا الإنسان، وهيك منتصالح مع نفسنا. ربنا يبارك كل القائمين اللي تعبوا كمان في إنجاح هذا الحدث اليوم، وكمان بركة القبر المقدس تكون معنا دائما حتى تحمينا بنور القيامة، القيامة المنبعث من القبر الخلاص من الأماكن المقدسة، اللي هو دائما مصدر افتخار لإلنا كلنا، نحن أبناء الكنيسة المقدسية، أبناء الوطن في الأردن وفلسطين، لأن نحن أبناء هاي الكنيسة اللي أعطت البشارة لكل العالم. وبنشكر ربنا على نعمة الأمن والاستقرار اللي بننعم فيها في بلدنا الأردن تحت قيادة قائد المسيرة جلالة ملكنا المعظم اللي ربنا يحميه ويحفظه. وكل سنة وانتم سالمين أبنائي، ربنا يبارككم ويحميكم دائما. وفي اليومين الثاني والثالث استقبل البازار العديد من زواره، وعلى رأسهم سيادة المطران ويليام الشومة لمطران اللاتيني في الأردن، والأب بطرس جنحو كاهن رعية دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصويفية، حيث جالوا بين أجنحة البازار واطلعوا على أقسامه ومعروضاته، وأبدوا إعجابهم بما يحويه من منتجات محلية رائعة. وأقيمت على هامش البازار عروض وحفلات ترفيهية وسحوبات يا نصيب ومسرحيات هادفة للأطفال والعائلات، على وقع معزوفات موسيقية قدمتها المجموعات الكشفية من مختلف الكنائس الرسولية نالت إعجاب الحاضرين. المشاركون ببازار الرحمة الخامس من القطاع الخاص وسيدات المجتمع المحلي أعربوا عن امتنانهم وشكرهم لمكتب نورسات القائم على هذه المبادرة الإنسانية التي تجسد أروع صور الإخاء والعيش المشترك. كما أشادوا بتوقيت البازار في هذا الشهر بالذات، لا سيما ونحن على أبواب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. هذا بازار الرحمة عادة نورسات مناسبة العيد، عيد الميلاد المجيد، موجود كل شيء بيحتاج له للعيد من منتجات، من ضيافة العيد، من ألعاب العيد، وهذا الجو بحسسنا بأجواء العيد. فكل سنة وانتم سالمين. أنا بمثل حمامة السلام للصوم، لخدمة الصوم في الأردن والشرق الأوسط. أنا بجيب منتجاتهم اللي بيصنعوها يدويا، هم ببيع لهم إياها كتشجيع وحافز لهم. بازار رحمي صدقا أنا أول مرة بشارك فيه، بعرف عنه من زمان، يعني مبين عليه كثير فعال وكثير في مشاركات من الإخوة اللي معنا اليوم، وفي إقبالية عليه كثير زي ما لاحظت اليوم، أنا ما كنت أعرف هاي الشغلة، ونأمل إنه نضل مشاركين مع بعض يعني للمواسم الجاي معكم. يعني هذا بيجسد إنه روح الأخوة والرحمة والرأفة بيننا وبين إخواننا. إحنا ببيت ما في عنا تفرقة، بيت الأردنيين يعني بيشمل المسيحي ومسلم، وكله كل عام هم بخير وأهله بسهلة فيه. سمعت عنه كتير أشياء حلوة ورحت السنة الماضية وتفرجت عليه وعجبني. هي إجت فكرة في بالنا إنه إحنا نجرب، يعني أنا بمشاركة أخوي جربنا هذا الشيء. دائما بعمل في البيت شوكولات وحلويات وكوكيز، يعني بنعملها للبيت ما بنطلع لبرا. هاي المرة إنه قلنا نتوسع شوي، نجرب نعمل إشي جديد ونخلي الناس تجرب الأشياء اللي بنعملها، يعني تشوف وتذوق شكل ومنظر وطعم، مش بس انه اشي منظر، فيها اشي يعني لانه الواحد بيعمل من جواته، فاكيد رح تكون اشي غير. كل عام انتم بألف خير. نشكر قناة نورسات على تواجدها وعلى تعبها في كل المناسبات. احنا منتجاتنا عبارة عن حلويات، منتجات يدوية متقنة، نسعى دائما تكون في منتهى الإتقان والنظافة وتلبي كل الأذواق. منها في عنا حاليا الكيك بوبس، في عنا ديزاين الكيك، في عنا الكوكيز، في عنا الكب كيك، في برجر كيك، وكل هاي المنتجات هي عبارة عن أعمال يدوية متقنة. البازارات اللي اشتركنا فيها كتير عديدة،
بس انه بالفعل انه مثل هيك بازار احنا فيه روعة، من حيث التنظيم، من حيث البهجة العيد اللي فيها، من حيث الأشخاص اللي فيها، من حيث كل إشي روعة. يعني بهنيكم على هيك هيك بازار. تجسيداً للأجواء الروحية التي تسبق زمن المجيء، تواصل كنائس المملكة احتفالاتها بطفل المغارة الآتي إلى هذا العالم، وذلك من خلال إقامة البازارات الميلادية والاحتفالات الدينية التي تصحبها إضاءة شجرة عيد الميلاد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. وسط أجواء ميلادية مباركة، تستمر الكنائس الرسولية في الأردن بممارسة تقاليدها في تقوية روحية معبرة لاستقبال عيد الميلاد المجيد، من خلال إقامة البازارات الخيرية التي توفر كافة مستلزمات العيد من زينة وأضواء وأكلات شعبية وهدايا خاصة بالعيد المجيد. ففي كنيسة القديس بولس للاتين في منطقة الجبيحة أقيم بازار ميلادي زاخر رعته سعادة العين هيفاء النجار بحضور كاهن الرعية الأب بطرس حجازين والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن وجمع من الكهنة والراهبات والمؤمنين، حيث أقيم البازار الذي اشتمل على معروضات يدوية وتحف فنية من مستلزمات عيد الميلاد المجيد وسط حضور حافل لكشافة الرعية التي قدمت معزوفات موسيقية خاصة بالمناسبة الروحية والتي تهيئ الحضور لأجواء العيد المجيد. بشرفنا أولاً حضور النور سات هاي القناة الحاضرة دائما في البيوت وفي كل النشاطات الرعوية، وحضورها اليوم مميز، وفعلا هذا العام في نكهة خاصة لهذا البازار، هو أنه يترافق ويتوافق افتتاح البازار مع الأعمال الشبه نهائية اللي وصلنا إليها في بناء كنيسة القديس بولس في هذه الرعية، والتي طال انتظارها لسنوات عديدة. والبازار كما في كل الرعاية هو مناسبة تجتمع فيه العائلات حتى تجدد الروح الأخوية والروح الرعوية وبألفة وبأيضا المحبة، وأيضا حتى أنها تقوم بواجب التجاري بالقيام ببعض المشتريات الخاصة بالأعياد. وكل هذه العناصر مع بعض هي تخلق الرعية، فالرعية هي التي تلتقي معا، تحتفل معا، وتعيش أيضا هذه المناسبات السنوية معا، والتي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر بروح المحبة. من جديد كل الشكر لقناة نورسات وبرئاسة المدير الدكتورة باسمة السمعان الحاضرة دائما والفعالة دائما في هذا البلد، ونطلب من الله أن تعاد هذه الأعياد ونحتفل بها بكل عام، وهذا البلد بقيادته الهاشمية بكل خير وبكل سلام وبكل طمأنينة ومحبة. قمنا اليوم بافتتاح بازارنا بازار الميلادي السنوي لرعية كنيسة القديس بولس الرسول، والحمد لله بوجود كمان الدكتورة باسمة السمعان. شاكرين جهودكم، دائما بتدعمونا، والحمد لله ببركة السيد ولادة المسيح اليوم كانت كمان احتفالنا بانتهاء بصبة الكنيسة، وإن شاء الله السنة الجاي رح يكون بازارنا بالموقع الجديد للقاعة الكنيسة، وكل سنة وانتم سالمين، وانبسطنا اليوم بوجودكم معنا ووجود كل الحبايب، وشكر كبير لأفراد وقيادة
مجموعة كشافة مرشدات دار اللاتين شبيها كمان. كما رعى معالي السيد سامي الداود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء البازار الميلادي الذي أقيم في ساحة كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس في الزرقاء، وبعدها حضر الأمسية الميلادية التي قدمتها جوقة المجد القادمة من محافظة إربد، والتي قدمت عدة تراتيل ميلادية بيزنطية أتحفت الحضور وأدخلتهم في أجواء روحية مباركة. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم بخير، ويعيدوا علينا وعلى بلدنا وعلى ملكنا بألف خير. الحمد لله، يعني رغم الظروف المعيشية الصعبة اللي بعيشها المواطن الأردني ورغم صعوبة الأحوال والوضع الإقليمي للمنطقة، إلا أنه إحنا الحمد لله منقيم احتفالاتنا الدينية والأردن بيحتفل بعيد ميلاد المسيح، وهذا إذا بدل على إشي بدل على أن الأردن بلد قوي عصي على كل التحديات وكل الصعوبات اللي ممكن تواجهنا. مرة ثانية كل عام وانتم بخير، ونشكر كشافة الروم الأرثوذكس لمدينة الزرقاء وأبونا راعي كنيسة الزرقاء، والله يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير مرة ثانية. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. باسم الرئاسة الروحية لكنيسة القديس جيورجوس للروم الأرثوذكس والممثلة بقدس الأشمندرية أثناسيوس قاقيش والأب جورج خوري، وباسم قادة وأفراد مجموعة كشافة مرشدات الروم الأرثوذكس الزرقاء، نرحب براعي الاحتفال معالي السيد سامي كامل الداود وزير الدولة شؤون رئاسة الوزراء وأصحاب السعادة والعطوفة. بنقول لكم كل عام أنتم بخير في هذه المناسبة، ومنرحب فيكم في بازار المجموعة السنوي، وبنقول لكم أهلا وسهلا فيكم في مدينة الزرقاء، مدينة الجند والعسكر التي طرزت على عبر السنين كل ملاحم القوة والأخوة بين المسيحيين والإسلاميين. فأهلا وسهلا فيكم، بنرحب فيكم مرة تانية، وشكرا لإذاعة نور سات اللي أتاحت لنا هذه الفرصة أنه نعايد على جميع المسيحيين والمسلمين في هذه المناسبة، وأهلا وسهلا بكم في بازاركم. نجد لميلادك أيها المسيح، نجد لميلادك أيها المسيح فأرنا. وبرعاية نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور رجائي المعشر تم إضاءة شجرة عيد الميلاد في جمعية ديوان عشيرة الدبابنة بمدينة السلط وسط حضور حاشد لأسر الجمعية وأبناء المدينة، حيث أحيا أعضاء الجمعية الدبكات والأغاني الشعبية التي أتحفت الحضور. وفي الجامعة الأمريكية في مادبا تم إضاءة شجرة عيد الميلاد في حفل أقيم برعاية رئيس الجامعة الدكتور نبيل أيوب وحضور أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وعدد كبير من طلبة الجامعة. وتخلل الاحتفال كلمة ألقاها رئيس الجامعة عبر فيها عن أمنياته السعيدة وتحت رعاية فارسة القبر المقدس السيدة بدور مسيح، أحيت كشافة ورعية يسوع الملك للاتين بالمصدار فعاليات انطلاق بازار عيد الميلاد المجيد وإضاءة مغارة الميلاد، كما اشتمل على فقرات ترفيهية عديدة للأطفال والعائلات. البازار كان حقيقي أنه ناجح بما أنه غاب فترة لا بأس بها، المشاركة كانت حلوة، الشباب الصبايا الفعاليات كلها مجلس الرعية أبونا كلهم ما شاء الله عليهم ومن البزرات الناجحة. بقول كل عام وأنتم بخير للرعية لأبونا مروان راعي هاي الكنيسة ولمجلس الرعية وكل الفعاليات اللي بالكنيسة، وبقول إن شاء الله يا رب هذه المناسبات والأعياد المجيدة وطفل المغارة
يزور قلوب الكل. المغارة تولد بقلوبهم وتولد بحياتهم، تولد في بيوتهم، تولد في كنائسنا، وتولد في الرعاية كليتها. وكل عام وأنتم بخير، وبعيدكم كمان بالسنة الجديدة إن شاء الله بتكون سنة خير وبركة للجميع، ويعم السلام والمحبة في قلوبنا وكنائسنا وبيوتنا وفي العالم أجمع. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير مع بداية موسم الأعياد الميلادية، واليوم إحنا بافتتاح بازار رعية يسوع الملك في المزار. نوجه لكم من مغارة الميلاد تحية بنحتكم فيها كل عام وأنتم بخير، ولد المسيح هللويا. اليوم بإضاءتنا لمغارة الميلاد ولزينة الميلاد إحنا عم نعيش إيماننا المسيحي، هذا الإيمان اللي مش فقط متجسد ومكتوب بالكتاب المقدس، وإنما أيضا متجسد باحتفالاتنا وبأعيادنا اللي منجسدها ببزاراتنا وبإضاءة المغارة وبإضاءة الشجرة. هاي المغارة اللي بنقرأ فيها قصة الميلاد زي كأنه هي عبارة عن إنجيل خامس إحنا عم نفتحه اليوم، عم نقرأ من جديد فيه مولد يسوع وزيارة الرعاة والمجوس ليسوع المسيح الطفل في مغارة بيت لحم. بهاي المناسبة إحنا متوجه لجميع المسيحيين في الأردن ومنهنئهم ببداية الأعياد الميلادية، نحكي لهم كل عام بخير، وإن شاء الله هاي السنة إن شاء الله بتكون سنة بركة، سنة نعمة على الجميع. وطفل المغارة بمنح من مذوده الغني كل النعم وكل البركات لكل القلوب المتعطشة لهذا الطفل، وهذا الطفل اللي جاي حامل السلام، هو أمير السلام. إن شاء الله يمنح السلام لكل بيت لكل قلب موجود في وطننا الحبيب الأردن. وكل عام وانتم بخير، ولد المسيح هللويا. كل عام وانتم بألف خير، ميلاد مجيد إن شاء الله يكون على بلدنا وعلى كل العالم، يحل السلام في هذا العيد، عيد السلام. نشكر قناة نورسات طبعاً اللي دائماً بتغطي كل الأحداث المهمة، الأحداث المسيحية، الأحداث الوطنية، اللي تواجدها هو كالنجم اللي يدل المجوس على مكان الميلاد، ونورسات بتدل على مكان يسوع. طبعاً في هون في كنيسة يسوع الملك المصدار، أقدم كنيسة لاتين في عمان، اللي منها منسميها أم الكنائس لأنه انطلقت منها كل العائلات المسيحية وانطلقت منها كل كنائس في عمان اللاتين، وطبعاً مجموعة كشافة ومرشدات البطريركية المصدار، وهي أيضاً أقدم مجموعة كشفية مسيحية في الأردن، وأقدم مجموعة كشفية ما زالت لليوم قائمة وتعمل وتخدم الأبناء، وتضم 300 شاب وفتاة حضروا للبازار بقلبهم، وحضروا قلبهم لحلول طفل المغارة ولميلاد يسوع. وطبعاً المغارة وكل تفاصيل المغارة شايفينها نحن ورانا، هي من عمل أيدي الكشاف، وكل شيء في البازار هو عمل للكشاف حتى يستقبلوا يسوع بطريقة مميزة، ويقولوا نحن موجودين دائماً، قلوبنا وبيوتنا مفتوحة لاستقبال طفل المغارة ملك السلام يسوع المسيح. كل عام وانتم بخير، وأردننا بخير، والله يديم السلام على بلدنا وعلى كل العالم. كما أقامت كشافة ومرشدات مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات في عمان بازارها الميلادي بحضور الأخوات الراهبات وإدارة وهيئة المدرسة وضيوف من عدة رعاية. وقد اشتمل البازار الذي استمر يوما واحدا على مستلزمات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. كنت سعيد جدا اليوم أكون معكم في افتتاح بازار الراهبات الفرنسيسكانيات. هذا بازار كل سنة بيتم وبيذكرنا دائما، خصوصا المغارة الرائعة اللي موجودة عند مدخل البازار، بيت لحم القديمة، بيت لحم المحبة، بيت لحم مدينة السلام. وفي هذا المزار بنتذكر الملائكة اللي ظهروا ليلة الميلاد يهللون ينصبون المجد لله في العلا. بميلاد المسيح يتجدد مجد الله على الأرض، مجد الله في العلا وعلى الأرض السلام. هذا السلام الإلهي، السلام المفقود، النزاعات، الخلافات، الحروب، القتل، الدمار الموجود، نأمل أن ينتهي وأن يعم السلام في أرض السيد المسيح
هي مناسبة رائعة الناس تلتقي على المحبة على الوفاق، ونأمل أن يكون هذه أن تكون هذه الأيام المجيدة فيها تقارب وفيها ملتقى للناس على السلام للتفكير في بيت لحم وأهمية السلام وأهمية الحياة اللي أعطانا إياها السيد المسيح. كل عام وأنتم بخير. وفي كنيسة مار يوسف في المفرق راعت الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب نورسات الأردن حفل افتتاح البازار الميلادي بحضور كاهن الرعية الأب طارق حجازين وأبناء الرعية. وبعد حفل الافتتاح الذي تخلله أغاني وأهازيج وفقرات ترفيهية ومعزوفات موسيقية، قامت السمعان بجولة على أقسام البازار واطلعت على معروضاته التي اشتملت على مستلزمات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتبادلت التهاني مع الحضور من أبناء الرعية الذين تمنوا أن يكون هذا العيد عيد فرح ومحبة وسلام لكل العائلات في المفرق والأردن الحبيب في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. وإن شاء الله هالمواسم السعيدة هاي تعيشوا بمحبة وخدمة الله تعالى. نقول عام خير وبركة على الأردن، ويحمل للشعب الأردني في طيات إن شاء الله مفاجآت سارة. كل سنة وانتو سالمين، وملكنا جلالة الملك، حكومتنا الرشيدة، وشعبنا الأردني يضل بخير. اسمحوا لي بالبداية بقدم شكري لقناة النورسات على حضورها معنا اليوم في كنيسة مار يوسف بالمفرق لافتتاح البازار الميلادي برعاية الدكتورة باسمة السمعان. احنا سعداء جدا بهذا اللقاء العطر، ولقاء ما بين كل ابناء الرعية مع القناة نورسات. بنعيش مع بعض كلياتنا اجواء الفرح والاستعداد الروحي وكل انواع الاستعداد من اجل عيد الميلاد المجيد. وان شاء الله بتمنى انه هذا العيد عيد الميلاد يكون هو عيد فرح ومحبة وسلام للجميع لكل العائلات في هذه البلدة. برفع صلاتي أيضا من أجل الأردن الغالي، من أجل السلام في هذا الوطن الحبيب، من أجل العائلة الهاشمية، الله يعطيها القوة والحكمة لقيادة هذا الوطن إلى دائما بر الأمن والسلام. فكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله عيد ميلاد مجيد والمسيح يولد في قلوبنا وفي حياتنا. وشكرا لكم، يعطيكم العافية. بحضور عدد من الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة، احتفل مركز سيدة السلام التابع لمطرانية اللاتين في عمان باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أقيم هذا العام بعنوان تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم. إلى التفاصيل. احتفل مركز سيدة السلام التابع لمطرانية اللاتين في عمان باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أقيم هذا العام بعنوان تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم. وحضر الاحتفال النائب العام لراهبات الوردية الأم إينيس اليعقوب، ومدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن الأب وسام منصور، ورئيس اللجنة المركزية السيد سهم مدانات، وعدد من الكهنة والراهبات وشخصيات عامة وممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات والمدارس الداعمة وطلبة المركز وذووهم. وقال مدير عام المركز الأب شوقي بطريان إنه يتعين علينا الوقوف إلى جانب هذه الفئة وندعمها، وأن نرى وجه الله في كل واحد منهم، وأن يشعروا بالمحبة، وأن يتم خدمتهم بحرفية ليتمكنوا من متابعة حياتهم بكل كرامة، وهذه مسؤولية نحاسب عليها. وأضاف: وقمنا بمبادرة مشغل صابون، فأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العقبة يقومون بتصنيع هذا الصابون ومحاولة عرض هذا الصابون في السوق الأردني. بهذه الطريقة
الطفل يشعر بأنه جزء من المجتمع ويشارك المجتمع وينتج في المجتمع ويعمل في المجتمع. أنا متأكد من أن صوتنا سوف يسمع من خلال أيضاً من خلالكم أنتم سفراؤنا في كل مكان، ومن خلال وسائل الإعلام وخاصة المركز الكاثوليكي ونور سات، والذين نشكرهم دائماً على العمل الدؤوب الذين يقومون به. وشدد مدير مركز سيدة السلام على ضرورة دمج هؤلاء الأطفال ضمن مجتمعهم نظراً لعدم توافر البنية التحتية اللازمة في الكثير من المدارس وارتفاع كلفة التدريس. هلأ زي ما بتعرفوا الثالث من شهر كانون الأول هو بصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، هو يوم أممي اتفقت عليه الأمم المتحدة بأنه يكون يوم احتفالي للتركيز على قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، كيفية الاهتمام فيهم وطرح مسائل وطرح أمور بتخص حياتهم اليومية بحيث تكون هدف لعملنا إن شاء الله للسنة القادمة. يأتي احتفال مركز سيدة السلام للتركيز على مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم واحترامهم من مبدأ حقوقي وليس مبدأ شفقة. بهذا اليوم عملنا منركز دائما على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، عشان هيك للسنة الرابعة على التوالي بنعمل نشاط منركز فيه على طلاب المدارس من غير ذوي الإعاقة ليكتبوا قصة أو رسمة حول مفهوم الشخص ذوي الإعاقة من أجل تهيئتهم وتشجيعهم لاستقبال الطلاب ذوي الإعاقة أو تصحيح المفاهيم الأحيان بتكون خاطئة حول الطلاب ذوي الإعاقة. فمن خلال هذا اليوم احنا منركز على الأشخاص ذوي الإعاقة، كيفية التعامل معهم، التركيز على إظهار إمكانياتهم وقدراتهم وتشجيع المجتمع المحلي على تقبلهم وإعطائهم فرصة لإثبات هاي المقدرات وإثبات هاي المقدرات عندهم. من جهتها أعربت الأم إينيس اليعقوب عن سعادتها للمشاركة باحتفال مركز سيدة السلام بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك لإيماننا بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية في تكوين المجتمع، داعية كافة مؤسسات المجتمع إلى احترام وتفعيل حقوق أي مواطن مهما كان، لافتة إلى أن الأردن قد أخذ هذه الرسالة الإنسانية السامية على محمل الجد، وبخاصة الجهود التي تنفذها البطريركية اللاتينية عبر مركز سيدة السلام، وهي المؤسسة التي انطلقت من مفهوم الله محبة ويحب الجميع ويهتم بأبنائه. ومن الملاحظ في كل عام يتخذ العالم شعاراً ليكون حافزاً للممارسة، والشعار هذا العام هو تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقيادتهم، واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030، والتي تتعهد بعدم ترك أي شخص خلف الركب باعتبار الإعاقة من القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المنصفة والمستدامة. نؤمن كلنا أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في تكوين المجتمع، وعلى كافة مؤسسات المجتمع احترام وتفعيل حقوق أي مواطن مهما كان، وبخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. والحمد لله أننا في الأردن بدأنا نأخذ هذا المجال على محمل الجد، وبخاصة مع الجهود التي تبذلها البطريركية اللاتينية في مركز سيدة السلام، هذه المؤسسة التي انطلقت من مفهوم أن الله محبة ويحب الجميع ويهتم بأبنائه، انطلقت لتعيش رسالتها خاصة مع فئة مميزة من المجتمع لتقديم كل أنواع الدعم والرعاية والاهتمام، بحيث توفر للأشخاص والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بيئة آمنة
ليتمكنوا من النمو والتطور في عالم يليق بهم. دعونا في هذا اليوم كلنا نتلمس حاجاتهم ونؤمن بهم كونهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ولا ننسى بل نؤكد على دمجهم مع أقرانهم من الأطفال الآخرين لكسر حاجز الخوف والرهبة بين الأطراف وإعطائهم حقهم الكامل في الحياة. وكل عام وأنتم بخير. وتضمن الاحتفال عدداً من الفقرات الفنية من أداء طلاب مدرسة راهبات الوردية مرج الحمام، وعرضاً لفيديوهات تناولت قصص نجاح عدد من الأطفال. وفي الختام تم تسليم جوائز مركز سيدة السلام للتميز عن فئة طلاب المدارس، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي حول مفهوم الإعاقة واحترام الاختلافات الموجودة بين البشر من خلال عمل مسابقات رسم وكتابة قصص. كما قدم الأب بطريان الدروع والهدايا الرمزية على عدد من مدراء المدارس تقديراً لدور طلبتهم في زيادة الوعي والاندماج في المجتمع. سيما الشدياق وجدي الطوال من طلبة المعهد الكليريكي في بيت جالة شماساً إنجيلياً، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بير باتيستيا باتسبالا في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. رسامة شماسية إنجيلية جديدة للشدياق وجدي معين طوال من مادبة في الأردن، منحت له من قبل المعهد الإكليريكي للبطركية اللاتينية، وذلك بوضع يدي وصلات التكريس للمدبر الرسولي رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا. شاركه عدد من الكهنة أتوا للمشاركة بالرسامة من الأراضي المقدسة والأردن. فها هو الشماس وجدي الذي قدم نفسه لمذبح الرب وخدمة الكنيسة، والذي اختار النداء الذي استقر في قلبه والذي يقول: لك يا يسوع إن كنت تريده فأنا أريده أيضا. وكانت كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة قد امتلأت بالكهنة والشمامسة والراهبات، ووالدة الشماس التي شاركت ابنها فرحته بنيله هذه الرتبة، والمؤمنين والمشاركين الذين رسمت الفرحة على وجوههم. ابتدأ القداس بدخول الموكب وسط تراتيل الجوقة، وبعد طلبة جميع القديسين حيث استلقى الشماس بوجهه على الأرض وصلاة التكريس ووضع يد المدبر على رأسه. بعدها قام الإشبين الأب عماد طوال بتلبيسه البطرشيل والدلماتيكا وسط أجواء من الفرح والزغاريت لحصوله على هذه الرتبة. ها هي دمعة الأم تذرف بفرحتها لأن تهب ابنها لخدمة الكنيسة، وها هو الخادم الجديد في مذابح الرب الذي يستعد الآن لحصوله على رتبة الكهنوت المقدس. حياتك يا وجدي.
بعد القداسي توجه الجميع لتقديم التهاني في قاعات المعهد الإكليريكي بأجواء من الفرح والابتهاج لهذا الشاب الذي وهب نفسه وذاته وحياته لخدمة الكنيسة. كثير كبيرة، شكرا لكل شخص حضر معنا وشكرا لكل شخص صلى لنا. نعم كبيرة إن شاء الله نكون قد المسؤولية وربنا يكون دائما موجود معنا ويرسل دائما عمل الصالحين لأرضه ووطنه. أنا كثير مبسوطة له لأنه هاي الطريق اللي هو بختارها، وأكيد اللي بختار ربنا ما رح يندم بحياته، وبشكر ربي كثير على أنه سهل له ومشيت الأمور، ونشكر الله ارتسم وإن شاء الله أشوفه بالكنيسة عم بيقدس وعم بيعمل الإفخارستية. هاي أكتر فرحة إلي لأني أنا حاسة إنه هاد شعور ابني. نشكر الله على كل شيء. فرحة كبيرة، في رسامة شماسية لشماس وجدي طوال من رعية مادبة. هاي الرعية اللي أعطتنا كتير في هذا الأحد اللي نتذكر يوحنا المعمدان وأهمية رسالته الارتداد والتوبة. ربنا أرسلنا خادم جديد على مذبح الرب للبطريركية اللاتينية كشماس، وهو يخدم الكنيسة جمعاء ويذكر دائما بأهمية التوبة. ولذلك اليوم فرحتنا كتير كبيرة. نشكر فضائية نور سات، نشكر كل اللي بيشاهدونا، نتمنى لكم عيد سعيد وربنا يحميكم دائما. اليوم تفرح البطركية بميلاد خادم جديد الشماس وجدي طوال، وفي هذا اليوم اللي ربنا بينعم علينا فيه بالمطر إن شاء الله يكون يوم نعمة وفرح للأبرشية كلها بميلاد هذا الخادم الجديد للإنجيل، وبميلاد أيضا دعوات جديدة في هذه الأبرشية على مثال المسيح الخادم. ألف مبروك للشماس وجدي، ألف مبروك لأبرشية القدس، وعقبال جميع الشمامسة في هذا المعهد الإكليريكي. صلوا عيسى المسيح، صلوا عيسى المسيح، طول ما بعدين الكون، طول ما بعدين الكون، كفل عليه، سمع الكفل عليه، اليوم احتفلنا برسامة الشماس وجدي طوال، وهذا يوم مملوء بالفرح لنا لأنه زي ما الكل بعرف هالأيامات الدعوات قليلة، وأظن أنه مرات كتير بتكون قليلة لأنه الرعاية مرات ما فيش هناك مجهود كبير أنه يشجعوا الشباب أنه يفكروا بدخول الكهنة أو الشابات تدخل بالرهبنة. فالرسامة هاي اليوم بتذكرنا بأنه هالأشياء هاي ضرورية، وأهم من هيك كمان الصلاة لكثرة الدعوات بالعالم. فإن شاء الله المناسبة هاي بيكون تشجيع إلنا كلكم، إلنا ككهنة وكإكليريكية والسمينير، وبعدين للشعب نفسه للعائلات يآمنوا إنه وجود خوري بينهم أو راهبي ابن لهم هو نعمة كبيرة جدا، مش بس لهم بس لكل الرعية وللعالم بأجمع، وهي خدمة للرب وهي دعوة مباركة. احنا اليوم عم نحتفل برسامة اخ لنا شماس وجدي طوال من مادبة، انا كمان من مادبة، فاحنا كثير مبسوطين في برسامته. يعني زي ما انتم شايفين الشجرة وراي والمغارة وراي، يعني عم نحتفل بالأعياد الميلاد، عم نحتفل بزمن المجيء وبنتهيأ له، وما في أحلى من أنه اليوم نحتفل برسامة وجدي طوال شماس إنجيلي. فهنيئاً للشماس وجدي لهذه الدعوة من المسيح الذي استقرت في أعماقه. لنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة البشارة بيت جالة. Thank you.
سفيان النمري، شاب أردني طموح وفنان في تزيين أشجار عيد الميلاد وعمل المغارة بشكل أنيق ولافت، حيث يقدم خدماته وموهبته في تزيين الكنائس والمزارات. نورسات الأردن أجرت معه هذا اللقاء. التزيين بيختلف من مكان لمكان أو من بيت لبيت. أحجام الأشجار طبعاً بتختلف وألوانها. بشكل عام اللون الأخضر هو الطاغي على الأشجار لكونه أقرب للطبيعة. ارتفاع الشجر بالشقق لازم يكون 180 سنتي لمترين وعشرة، هذا بأقصى حد، لأنه الشقق عادة بيكون ارتفاع السقف فيها 3 متر، فمش حلو أنه تكون الشجرة ضاربة بالسقف أو واصلة لحد السقف. هلأ بالنسبة للإضاءة، الإضاءة كتير عم ننسأل عنها. الإضاءة تقاس بحجم الشجرة بمعنى أو ارتفاع الشجرة بالأحرى، بمعنى أنه كل قدم في الشجرة يحتاج ل 100 ضوء. هلأ خلينا ناخذ مثال، هي الشجرة اللي ارتفاعها 1.80 سنتي أو 6 قدم لازم يكون عليها 600 ضوء، هذا لحتى يعطيك الستاندرد. بس في حال كان كمية الزينة اللي رح تنحط على الشجرة قوية أو كتيرة لازم ينزاد الضوء، لأنه الزينة بتاخد من الإضاءة. شغلة تانية اللي هو أساس الميلاد، اللي هي المغارة، اللي هي رمز الميلاد أو أساس الميلاد. المغارة بتختلف من مكان لمكان، بمعنى أنه بالمساحات الكبيرة ممكن أنت تستخدم مغر الورق مثل المغارة اللي ورانا، بالمساحات الصغيرة ممكن تستعيد عن الورق، أو المغارة الكبيرة ممكن نستعيد عنها بكوخ صغير، أو حتى في ناس بيحطوا التماثيل بدون مغارة، كل واحد بحسب ذوقه. عم نسأل كمان عن ألوان الزينة. ألوان الزينة ما بتتقيد بأثاث البيت، وهذه قاعدة أساسية، بمعنى أنه الزينة حسب ذوق الشخص اللي عم بنسق. بشكل عام الألوان الطاغية اللي هي الأحمر، اللي هو من الألوان الأساسية للميلاد، الأحمر والذهبي والأخضر، هدول هم الألوان الأساسية. تفريعات الألوان تختلف، يعني من 3 سنين لهلأ الأشياء اللي دارجة اللي هي الشامبين، الروز جولد والزهر نوعا ما، لكن هي أساس الميلاد الأحمر والأخضر والذهبي. وبما أنه عم نحكي عن المغارة، في شغلة يعني ممكن إحنا نستفيد منها، هي شغلة بتكون موجودة عنا بالبيت، اللي هي مثلاً الدمى أو الألعاب اللي موجودة عنا. ففي حال إحنا عملنا مغارة كبيرة، ما في داعي إنه نتقيد ونتكلف بإنه نشتري طقم المغارة اللي بيكون حجمه كبير لكون سعره مرتفع. فمثل ما أنا عملت هون، في عندي لعبة، فأنا عملت لها بس التوب تبعها، وصارت هلأ يعني تعتبر هي طفل أو رمز للمغارة، بحيث أنه يكون شكلها طبيعي ويكون يعني تحس أنها محاكية للطفل المغارة. من خلال نورسات أنا بحب أعايد على كل الناس اللي بتابعونا، وبحب أعايد على كل البلدان اللي عم بتابعونا برضو. بتمنى أعياد مجيدة للجميع إن شاء الله بعم السلام، بوجود ملك السلام مخلصنا اللي جاي ينور دربنا. ومثل ما بتحكي الترنيمة، أشرق نجمه بحدود فارس، فكل عام وإنتوا بألف خير جميعا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. برعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، افتتاح بازار الرحمة الخامس. وفي المملكة، إضاءات وبازارات استعداداً للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. صيامة الشدياق وجد الإطوال في بيت جالة شماساً إنجيلياً. بهذا أيها الأعزاء وصلنا إلى ختام النشرة، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.